بداية نحب نهني الجميع على نجاح النسخة الرابعة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان صيفنا سعادة، ونشكر جميع الجهات والدوائر التي ساهمت في إنجاح النسخة هذه. يمكن الحمد لله رب العالمين شفتوا عدد المستفيدين من هذا من البرنامج في النسخة الرابعة تجاوز 4000 مستفيد. التنوع الكبير اللي شهد البرنامج كان جدا جميل، مشاركة جميع فئات المجتمع. كنا حريصين وبتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي راعي هذا البرنامج بمشاركة كافة شرائح المجتمع بالإضافة للمقيمين، كان لكبار المواطنين برامج مميزة، أيضا الأطفال، فئة الشباب. استحدثنا السنة هذه المراكز دائمة للفتيات والبنين، واللي حقيقة نحن شفنا النجاح كبير من خلال هذه الخطوة. الهدف كان إعطاء الشباب والفتيات الفرصة الحضور والاستفادة من هذه المناصب بشكل يومي في الفترة المسائية، وأيضا لهم الاختيار في الفترة الصباحية بالنسبة للبرامج التخصصية اللي تم طرحها من قبل الجهات الحكومية. في الختام نشكر الجميع، أخص بالشكر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي راعي هذا البرنامج على دعم ومتابعته الكبيرة وتوجيهات لنا. أيضا الشكر للدوائر والجهات الحكومية اللي أبدعت السنة هذه حقيقة في المبادرات النوعية واللي كانوا حريصين فيها لتقديم كل ما هو أفضل للمستهدفين في هذا البرنامج.